تعالوا بقى نروح شويه لماتش الاسماعيلي. طبعا احنا عارفين انه من قديم الازل طول عمر ماتشات الاهلي والاسماعيلي بيبقى لها خصوصيه شديده. الاسماعيلي الملقب ببرازيل العرب او برازيل مصر. اي نعم الاسماعيلي في الفتره الاخيره نتيجه اسباب كتير كنا اتكلمنا في بعضها قبل كده في حلقات سابقه، ولكن قد تكون الفتره دي ما هياش الفتره الامثل على النادي الاسماعيلي ولا على جماهيره، ولكن تبقى كالعاده هناك خصوصيه شديده لاي لقاء بيجمع ما بين الاسماعيلي والاهلي في اي بطوله كانت. النهارده طبعا الاهلي ان شاء الله هيستكمل مبارياته المؤجله بمواجهته المهمه امام الاسماعيلي على استاد برج العرب في اسكندريه في اللقاء المؤجل من الجوله رقم 18 في منافسات بطوله الدوري الممتاز. امبارح الفريق خاض مرانو على ملعب مختار التتش، وبعدها عقد كولر محاضره لمناقشه خطه الاستعداد لهذه المباراه. طبعا الاهلي حاليا بيتصدر بطوله الدوري برصيد 69 نقطه، وان شاء الله نحقق هدفنا بالفوز النهارده ونحصد 3 نقاط اضافيه.